نعم. السلام عليكم. السلام. فضيلة الشيخ، في رجل عمل عملية حفظكم الله في ذكره، فصار لما يجي مع أهله ما ينزل في نفس الوقت اللي يحتلم أحيانا في الليل، يقول أحتلم ما أعرف أني أحتلم وأنا ما لا أنزل، هل يجب على الغسل أم لا؟ جزاك الله. أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضا سواء أنزل أم لم ينزل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ومعنى جهدها أي جامعها. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وأما إذا كان باحتلام، يعني احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئا، فإنه لا غسل عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء.